مكامن قوة بدرجاتها العليا وجهوزية شاملة في طرابلس لاستقبال المستثمرين من كافة المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان لإقامة أعمال في المدينة والاستفادة من مرافقها. وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، فإن القطاع الخاص في طرابلس على جهوزية تامة، ولكن بدنا نحن أنه القطاع العام وعلى رأسه الحكم والحكومة أنه يكون هو جاهز وهو يؤمن بنفسه ويؤمن بمسؤوليته لحتى نتعاون مع بعض لإعادة بناء لبنان. 21 ألف مؤسسة منتسبة لغرفة طرابلس وشمال. طبع لما بيكون في أزمات اقتصادية ما الكل بيجدد، لأنه بيكون في مشكلة بالسيولة. وكمان بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم تمر، كمان في عنا شركات ومؤسسات عم تتسجل جديد، وهذا شيء إيجابي. دبوسي الذي أقر بأن هناك أمورا غير مرضي عنها رأى أنه يجب الإضاءة اليوم على نقاط القوة الموجودة والتفاؤل والانطلاق من التفكير الإيجابي الذي يساعد على البناء لا التخريب. أحيانا في عنا كتير مشاريع بطرابلس وشمال وبلبنان ما عم تربح، ولكن برأينا أنه حتى لو ما ربحت هي ربح للوطن، لأنه اليوم شغل هالمؤسسات في حصة عم تطلع للخزينة اللبنانية. أي دورة اقتصادية بيعملها أي مواطن في 25% بتروح منها للخزينة. نحن بمنطقة طرابلس والشمال يمكن نكون أكثر منطقة مسار فيها استثمارات من قبل الدولة. يعني عندكم عتب على الدولة؟ طبعا عندنا عتب على الدولة، ولكن ما لنا غنى عن الدولة. أستاذ باسل، إنه الدولة وضعها صعب، ولكن نحن ما بدنا نطالب بوقت الحاضر بالمشاريع الخدماتية. نحن نتمنى على الدولة أنه تطلع على مؤسساتها ومرافقها بكل المناطق اللبنانية وبصورة خاصة بطرابلس والشمال، المشاريع الاستثمارية يلي بتدخل للخزينة وبتخلق فرص عمل. والأمثلة على هذه الاستثمارات كثيرة، منها مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي والمصفات وسكة الحديد، وهي حسب دبوسي مجموعة من المرافق التي تشكل غنى للاقتصاد الوطني وحوافز لاستثمارات تحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل للشباب.